تحت عنوان عرمان رؤى ومشاريع، وبحضور أهالي البلدة، تم تخريج دفعة من السيدات بعد إتمامهن دورة تدريبية في مهنة الخياطة، إضافة إلى التصميم. هاي أول مرة بصير عنا عرض أزياء خلال حفلة 3 شهور. الفساتين ممكن يطلع أجمل، بس هاي باكورة أعمال صبايا تدربوا لثلاث شهور ضمن ظروف صعبة، من كهرباء، من مواد حتى ما موجودة عندهم، يعني هن ضمن 3 ساعات اللي كانت فقط بالمشغل. الوقت اللي نحن فيه إسا وهالظروف اللي نحن فيها، حلو تكون المرأة منتجة تساعد زوجها تساعد أولادها، كثير حلو يعني إن تكون عندها مشروع بإيدها أو إنتاج تنتجه هي وتفيدها، تفيد نفسها وتفيد المجتمع. كثير استفدت أني القص مباشر بالمعهد ما أخذنا هون، يعني تعلمت القص مباشر وعن جد استفدت أكثر من المعهد. قمنا بتأهيل، وهذا حفلنا اليوم، مجموعة من سيدات البلدي لا دورة خياطة احترافية مدتها 4 شهور بالشراكة مع الشؤون الاجتماعية والعمل. هاي الدورة استهدفت هاي الشريحة، قمنا بصيانة المكونات اللي قدمتها الشؤون بمكان هو المشغل السجاد الخاص بالشؤون. مدة الدورة 4 شهور، فاعل الخير قدم مبلغ يتجاوز 1,800,000 حتى تصل هاي الفتيات أو السيدات إلى المرحلة الفنية العليا، إتقان بالخياطة. ما نتج عن هذا الدورة أنه عندنا محلين فتحوا، وهي المفاجأة رح نعلن عنها، محلين فتحوا من دورة الخياطة من الصبايا الموجودين، زائد صار عندنا فكرة مشغل خياطة خيري رح يشغل فئة كبيرة من شريحة السيدات اللي تعلموا هاي الدورة. يهدف القائمون على هذه الدورة إلى توسيع نشاطهم والانتقال إلى مرحلة المشاريع الصغيرة لتأمين فرص عمل.